أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء 16 في سلسلة أفلا تذكرون. كنا قد توقفنا في لقاء سابق مع قضية مهمة سوف تحدد مصير كل منا، وهي الوقت، إدارة الوقت، كيف تدير وقتك بشكل فعال، ما هي التقنيات والأساليب والخطط التي ينبغي أن تضعها في حياتك لتستثمر وقتك كاملا بشكل كامل حتى تصل لتحقيق أهدافك في الآخرة قبل الدنيا. فإذا وضعت هدفا أساسيا هو الآخرة سوف تكسب الدنيا والآخرة، ولكن إذا أبقيت عينيك على الدنيا فقط ستخسر الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، الدراسات الحديثة تقول إن الإنسان الذي يعرف كيف يستغل وقته في أعمال مفيدة ونافعة يكون أكثر سعادة من أولئك الذين يضيعون أوقاتهم من دون فائدة. إذن هذا الوقت، هذه النعمة التي منحك الله إياها، يمكن أن تكون مصدرا لسعادتك. فالسعادة مرتبطة بما يقدمه الإنسان من أعمال نافعة. طبعا أيها الأحبة، السعادة الغامرة متى تشعر بها؟ عندما تستغل وقتك لتحقيق هدف ما. فإذا أردت أن تحصل على السعادة فتعلم كيف تستثمر هذا الوقت ولا تترك حياتك ووقتك تبعا للظروف المحيطة، مثل قارب تتقاذفه الأمواج من دون توجيه، ستكون النتيجة الغرق. لذلك هناك أبحاث ودراسات أيها الأحبة كثيرة تؤكد أن الذين يستثمرون أوقاتهم في أعمال مفيدة وبخاصة أعمال البر وأعمال الخير ومساعدة الآخرين، وتحدثنا عن هذه الدراسات من خلال موقعنا على الإنترنت، هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للآخرين يستثمرون وقتهم في أعمال تطوعية تكون السعادة لديهم أكبر من الأشخاص الذين لا يساعدون الآخرين أو يضيعون أوقاتهم في اللعب أو في أشياء أخرى غير نافعة. إذن العلم يثبت أيها الأحبة أهمية أن تتطوع لمساعدة الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى، فإن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، و من نفس على مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن أيها الأحبة، لماذا نجد معظم الناس غير راضين عن حياتهم وواقعهم؟ لأنهم لا يعلمون أهمية الوقت، وهذا يسبب لهم الاضطرابات النفسية. علماء النفس أيها الأحبة يؤكدون أن معظم الأمراض النفسية تنشأ نتيجة عدم الرضا، عدم رضاك عن حياتك، عدم رضاك عن الواقع، وهذه المسألة تتسبب في مشاكل نفسية وآلام لا تقل ألما عن الآلام العضوية. الاضطرابات النفسية مؤلمة جدا أيها الأحبة، قد تؤدي بالشخص للانتحار مثل الاكتئاب الحاد، فآلامها أعنف بكثير من الآلام الجسدية. يعني ممكن إنسان أن يمرض في
أحد أعضائه مرض جسدي ويتألم كثيرا، ولكن المريض النفسي ألمه أكبر. لذلك أيها الأحبة، إن أفضل طريقة للتغلب على المشاكل النفسية بشكل عام، يعني إذا كان لديك قلق، لديك مشاكل تتعلق بحياتك الاجتماعية، لديك ضعف في الشخصية، لديك خوف من مواجهة الآخرين، لديك وساوس، كل هذه الأشياء وغيرها، نصيحتي أن أفضل طريقة للتغلب على هذه المشاكل أن تفرغ جزءا من وقتك وتستثمره في تدبر الآيات الكونية في القرآن الكريم مثلا، أو الإعجاز العلمي في القرآن، أو أن تستمع لآيات القرآن وتفكر تعيش مع هذه الآيات. إذا كان لديك اضطراب نفسي، اكتئاب، عدم سعادة، قلق، اضطرابات في النوم، مشاكل مع الأسرة، مشاكل في العمل، كلها هذه يمكن أن نقول إنها اضطرابات نفسية. الاستماع إلى القرآن أيها الأحبة، الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالرحمة عندما تنزل على الإنسان تزيل هذه الاضطرابات النفسية، فتأمل آيات القرآن وتدبر معانيها يجعلك تدرك أن كل شيء في هذا الكون بيد الله تعالى، كل شيء صغير أمام الله عز وجل، يجعلك تدرك أنه لا يتم أمر إلا بإذنه عز وجل، يجعلك تستيقن أنه لا يحدث معك شيء إلا بتقدير وعلم وحكمة من الله تعالى. هذا يجعلك ترضى عن الواقع الذي تعيشه، يجعلك لا تتذمر مهما كان الواقع سيء، ما دام الله راض عنك فهذا الأمر سيشعرك بالسعادة. لماذا معظمنا لا يشعر بالسعادة أيها الأحبة؟ لأنه غير راض عن واقعه، فتجده مكبلا هكذا لا ينجز أي عمل، لأنه غير مقتنع وغير راض، وهذا يزيد من تعاسته. طبعا أيها الأحبة، عندما تشعر برضا الله عنك يجعلك تشعر بمراقبة الله لك وعلمه بما يحدث لك. كثير من الأطباء النفسيين لا يفعلون أي شيء لمرضاهم أكثر من الاستماع إلى همومهم ومشاكلهم فقط، وهذا بحد ذاته نوع من أنواع العلاج النفسي. يعني تجد طبيب نفسي مشهور كل ما يقوم به أن لديه قدرة على الاستماع لهذا المريض النفسي ومواساته وبث الأمل، فقط هو يبث الأمل في نفس هذا المريض. طيب نحن لدينا القرآن، القرآن كله كتاب رحمة وأمل. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هي القرآن، وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عندما تعلم بأن الله يراك ويسمعك ويعرف كل ما يحدث معك، وتدرك أن الله قريب منك جدا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، عندما تشعر أن الله موجود قريب جدا منك كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب إليك من الشريان الذي يغذي هذا القلب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. فعندما تستشعر وجود الله من حولك، وأنه يسمع ويرى ويعلم، وأن هذا الإله العظيم يتحكم في كل الكون، وهو أراد لك ذلك لحكمة هو يعلمها، سيعطيك هذا الأمر والله أيها الأحبة نوع من الطمأنينة ونوع من الشعور بالرضا
والسعادة، وبالتالي سوف تتمكن من استثمار وقتك، سيعطيك دافع للعمل أكبر. ما الذي يمنعنا من استثمار الوقت أيها الأحبة؟ ما الفرق بين إنسان يعمل ليلا نهارا ويبدع وينجح، وشخص جالس يشعر نفسه كأنه مكبل؟ ما الفرق بينهما؟ الدافع. هذا الدافع كيف حصل عليه هذا الشخص وهذا لم يحصل عليه؟ هذا الدافع هنا حصل على ميزات ورضا بالواقع وإحساس أنه يريد أن يغير هذا الواقع. إن الله لا يغير ما بنفس ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأنت عندما تثق بالله وتذكر الله تعالى وتستشعر وجود الله بقربك وأنه قريب منك وأنت في عناية الله ورعاية الله، الله تعالى قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: فإنك بأعيننا. تخيل معي أخي الحبيب للحظة، هذه الآية كأنها موجهة لك. تخيل، يعني أغمض عينيك وتخيل أن الله يخاطبك ويقول لك: فإنك بأعيننا، أي أن الله يرعاك ويراك، وهو مسؤول عنك، مسؤول عن حمايتك، الله عز وجل الذي يسير الكون. تخيل أن هذا الإله العظيم الذي حمى نبيه عليه الصلاة والسلام وجعله أكثر الناس سعادة على الإطلاق، لأن النبي هو خير من طبق تعاليم القرآن. تخيل أن هذا الإله العظيم الآن معك، يراك، يرعاك، ويقول لك: فإنك بأعيننا. كم هذا الإحساس يمنحك قوة هائلة في مواجهة المشاكل، مهما كانت هذه المشاكل التي تحيط بك ستواجهها بقلب مطمئن. لماذا؟ لسبب بسيط، لأنك تعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر عليك هذه المشكلة لحكمة هو يعلمها. حتى لو كانت هذه المشكلة فشلا في دراسة، فشل في عمل، قلة رزق، مرض، أي كارثة تصاب بها، يجب أن تعلم أن الله تعالى هو القادر على أن يكشف هذه المشكلة عنك، أن يكشف هذا الضر كما كشفه عن أنبيائه. يعني مثال أنا دائما أتذكره في المواقف الصعبة التي تمر بي، وبالتالي مهما كان الموقف أستصغره ويصبح لا شيء أمام مشكلة سيدنا يونس عليه السلام الذي قذف به ركاب السفينة، قذفوا به في البحر في ظلمات الليل وفي ظلمات البحر وفي ظلمات بطن الحوت بعدما التقمه هذا الحوت. تصوروا، لا توجد قوة في العالم اليوم، نحن الآن في القرن 21، والله لو استخدم البشر كل التكنولوجيا لا يستطيعون إنقاذ إنسان من بطن حوت في أعماق المحيط، لا يستطيعون، لا يمكن. هم أصلا لن يروا هذا الحوت، يعني إذا سقطت سفينة، إذا غرقت سفينة كبيرة أو باخرة كبيرة، تجدهم يمكثون أشهر للبحث عنها، لا يعلمون أين هي. فكيف ينقذون إنسانا من بطن حوت يتحرك في أعماق وظلمات المحيط؟ الله تعالى ببركة أنه كان من المسبحين نجى هذا العبد الصالح. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن للحظة أن الله تبارك وتعالى لن يضيق عليه عيشه، لن يبتليه. وهذا الظن خطير أيها الأحبة. لا تأمن مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ لا تأمن أن الله في أي لحظة يمكن أن يبتليك بلاء لا تصمد أمامه.
وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ليس المعنى أن لن نقدر عليه يعني لن نتمكن منه مثلا كما نقول نحن في العامية قدرت على فلان أي أمسكت به، لا لا، ليس هذا المعنى أبدا. إذا أردتم أن تفهموا هذه الآية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه هذا الرزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني كلمة يقدر يضيق، هذا المعنى تقريبا. فظن سيدنا يونس أن الله لن يبتليه ويضيق عليه ولن يوقعه في مشكلة، هو يعني ظن أنه في أمان من هذا الموضوع، فأراد الله أن يعطيه درسا. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما الذي حدث معه عندما غرق والتقمه الحوت مباشرة؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له بسرعة، الاستجابة جاءت بحرف الفاء، فاستجبنا. الفاء في اللغة تستخدم لسرعة تنفيذ الأمر على خلاف واو العطف التي قد تأخذ زمنا. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن أيها الأحبة، الله تعالى استجاب دعوة هذا النبي الكريم، استجاب دعوته ونجاه من الغم. طبعا أيها الأحبة، كل الأنبياء الله أنجاهم من الغم. إذن فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. استخدم الفاء في الاستجابة والواو في النجاة، لأن نجاة هذا النبي الكريم سيدنا يونس أخذت بعض الوقت، لذلك قال ونجيناه من الغم، بينما الاستجابة كانت سريعة جدا، قال فاستجبنا له، لكي يريد الله تعالى أن يعطينا رسالة أنك بمجرد أن تدعو الله فإن الاستجابة تحققت، ولكن تنفيذ هذه الاستجابة على الواقع تأخذ بعض الوقت لمصلحتك أيها الإنسان، لأن الله تعالى لو أعطاك المال الآن ربما تطغى، ربما يحدث معك مكروه تموت، ربما يحدث لك أي شيء فيؤخر عنك هذا المال أو هذا الرزق أو يؤخر عنك الشفاء لسبب لمصلحتك أنت. إذن أيها الأحبة، هذا الموقف الذي عاشه سيدنا يونس عليه السلام كيف نجا منه؟ عندما تذكر الله عز وجل، فلولا أن كان من المسبحين، يعني لولا أنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إذن للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فتذكر أخي الحبيب، أي مشكلة تصادفك وتعطل عليك استثمارك لهذا الوقت، عليك أن تذكر الله عز وجل وتعترف بظلمك لنفسك كما اعترف سيدنا يونس بظلمه لنفسه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر الله والتسبيح وأن تعترف أنك مذنب أو مخطئ أو مقصر في حق الله، هذا سيمنحك الاستجابة المباشرة وسيمنحك قوة عجيبة جدا تساعدك على استثمار وقتك وتساعدك على استثمار يعني هذه النعمة التي منحك الله إياها، نعمة الوقت، تستثمرها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وتستثمر هذا الوقت من أجل سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق، وإن شاء الله نستكمل
موضوع إدارة الوقت واستثمار الوقت في اللقاء المقبل بإذنه تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث بعد الله.